دلوقتي احنا هناخد اصعب تدريب للمقسوم. اصعب ايه؟ تدريب للمقسوم. عايزكم تركزوا جدا جدا معايا عشان ده مهم جدا 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 في اللعب الادفانس. بطيء على الاخر، بس لو احنا ماشيين من بداية الكورس اللي فات على التمارين اللي متعودين عليها هيبقى معانا سهل جدا وانس ان احنا نعمله صح بالبطيء. فاحنا هنبدأ أبطأ حاجة، ممكن نبدأ على مترونوم 50 ونجرب نعمله مع بعض. 1 2 3 4. هنبدأ نسرع مع بعض واحدة واحدة. 2 3 4. ده على 70. 2 3 4. وهنبدأ نسرع أكتر. 120. 100 اكتر واحد نتدرب عليه، عشان كده هيبقى عملنا معظم اشكال المقسوم من البدايه. نراجعهم واحده واحده. عملنا لحد ما وصلنا. الجاي هيبقى أسهل.